بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة. النهاردة عندنا 4 ماتشات في الدوري المصري، عندنا أخبار كتير محلية عن ماتشات النهاردة وعن ماتشات بكرة إن شاء الله. هنتكلم برضو في فقرة عن كأس العالم وأخبار كده عن كأس العالم قبل لقاءات دور قبل النهائي إن شاء الله يوم الثلاث والأربع. المغرب في مواجهة فرنسا وكرواتيا في مواجهة الأرجنتين دور الأربعة، ماتشات قوية جدا 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 في بطولة كأس العالم. خلاص وصلنا للمراحل الأخيرة، بقى خطوة على المباراة النهائية. هيكون كمان ضيوفنا النهاردة كابتن أشرف قاسم وكابتن ماهر همام في الجزء الأخير من حلقتنا إن شاء الله، ونستمتع بقى بتحليلاتهم للقاءات الدوري الممتاز وتوقعاتهم للقاءات القادمة في بطولة كأس العالم إن شاء الله. كمان بعد بس ما نتفرج على مباراة الزمالك وبيراميدز هقول لكم أخبار مهمة عن موضوع محمد مجدي قفشة اللي احنا انفرضنا بيه امبارح. ممكن أقول دلوقتي في بداية الحلقة، يعني هقول لكم بسرعة كده قبل ما نتفرج على الزمالك وبيراميدز ونتائج ماتشات النهاردة. امبارح كنا انفرضنا بقصة عرض رسمي من نادي الباطن السعودي اللي ضم محمد مجدي قفشة، وكان معانا حتى خطاب العرض رسميا للنادي الاهلي. ما كانش حد يعرف خالص القصه، احنا الحمد لله امبارح انفردنا بيها وجبنا يعني تفاصيل العرض. بس طبعا كنت مستني النهارده عشان اجيب لكم التفاصيل الكامله للعرض السعودي لنادي الباطن السعودي لضم محمد مجدي قفشه، زينه في شهر 6 شهور بنيه البيع مقابل 350 الف دولار ومليون دولار يعني بنيه البيع. يعني لو هياخدوه السنه اللي جايه بعد ال6 شهور ياخدوه بمليون دولار. بس طبعا النادي الاهلي معترض على الارقام وهقول لكم دلوقتي. بصوا دي الورقه اللي قدامكم، دي ده الخطاب او الفاكس اللي اتبعت من نادي الباطن السعودي الى النادي الاهلي، كان يوم 9. النهارده كام؟ النهارده 11، يوم 9 يعني اول امبارح. احنا انفرضنا امبارح بالخبر بصراحه، يعني جبنا التفاصيل امبارح وقلنا لكم ان في عرض رسمي من نادي الباطن السعودي لضم محمد مجدي قفشه. بص مكتوب في الخطاب اهو: سعاده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي المصري المكرم مدير اداره التعاقدات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نظرا للعلاقه الطيبه التي تربط الناديين الشقيقين ولتوضيد اواصر التعاون فيما بيننا، عليه نرجو من سعادتكم الموافقه على اعاره اللاعب محمد مجدي محمد مرسي. اللي هو محمد مجدي قفشه، يعني هو ما اسموش قفشه طبعا، قفشه ده لقب يعني، ولكن هو اسمه محمد مجدي محمد مرسي، مصري الجنسية، ويحمل جواز سفر كذا 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 لمدة 6 شهور، وتقبلوا خالص التحية والتقدير طبعا مقدمة من الرئيس التنفيذي لنادي الباطن السعودي عوض بن مطر الهزيمي. النهاردة كان في وفد من نادي الباطن السعودي وعرضوا العرض بتاع الباطن عشان يشتروا قفشة أو ياخدوا قفشة إعارة بنية البيع. وارجع لي بقى كده بالكاميرا عشان نشرح للناس اللي حصل. فعرضوا 350 الف دولار على النادي الاهلي اعاره لمده 6 شهور، اعاره لمده 6 شهور. الاهلي معترض، عايز يزود ال 350 الف دولار دول شويه، ممكن يوصلوا ل 500 الف دولار. ده انا بقول لكم نيه النادي الاهلي يعني. والنادي الباطن قال لك كمان هنحط بند في العقد نيه البيع، نيه او نيه الشراء، يعني هما في نهاية الموسم بعد ال6 شهور يشتروا قفشة من النادي الأهلي مقابل مليون دولار. برضو الأهلي يعني عايز يزود القيمة المالية تبقى 1,500,000 دولار، يعني 1,500,000. دي التفاصيل الكاملة للعرض الرسمي اللي جه من نادي الباطن السعودي للنادي الأهلي عشان يشتروا قفشة أو ياخدوا قفشة إعارة وبعدين يشتروا أو يحطوا نية الشراء يعني في العقد. كان حاضر في الاجتماع بالتفاصيل مدير التعاقدات في نادي الباطن، مستشار القانوني لنادي الباطن، وحازم فتوح وكيل اللاعبين ممثل على النادي السعودي، وايضا هو وكيل قفشه. يعني حازم فتوح مع الاثنين ممثل على نادي الباطن، ممثل على نادي الباطن السعودي، وايضا هو وكيل قفشه، وطبعا امير توفيق، كابتن امير توفيق اللي هو مدير التعاقدات في النادي الاهلي. والاهلي يعني هيبحث الامور، وفي جلسه ثانيه بكره هتتم وهنشوف القصه. يعني حتى رئيس النادي الباطن هيجي، من ممكن يكون جاي في الطياره دلوقتي، هيحضر بكره الجلسه عشان هما فعلا يعني في جديه كبيره جدا في التعاقد مع قفش نادي الباطن السعودي.
قفشه موافق ما عندوش مشكله، وحتى الفلوس بتاعته مع نادي الباطن قفشه موافق عليها وتم الاتفاق عليها ما فيش مشكله. حازم فتوح زي ما قلت لكم هو بيمثل النادي السعودي او همزه الوسط للنادي الباطن السعودي، وحتى هو وكيل قفشه فما فيش مشكله. موضوع قفشه القصه دلوقتي في الاهلي، يوافق ولا عايز يزود الفلوس ولا. بس اللي انا يعني عارفه من داخل النادي الاهلي، الاهلي موافق بس طبعا عايز يعني يزيد شويه من قيمه الصفقه يعني. وطبعا حقه ان قفشه لعيب كويس جدا طبعا، ويعني اكيد لما الاهلي يسيب قفشه لازم يستفيد ماديا كويس، ان قفشه لعيب كويس ومفيش مشكله في ان قفشه يسافر، حتى كولر ما عندوش اي مانع يعني. بكره احنا بنتكلم بالمستندات اللي بجيب لكم الكلام امبارح حتى انا قلته، في ناس طلعت شتمتنا يا عم كريم انت بتقول اي كلام على السوشيال ميديا، قال لك كريم حسن شحاته بيفتي وبيضرب اخبار وبيقول لك اصل مش عارف لا ده قفشه جاله مش عارف هو قفشه ما جالوش حاجه. فيعني احنا لما بنطلع نقول حاجه هنا يا جماعه بنطلع نقول بمعلومه، مش كده اي كلام يعني. مش هستفيد حاجه لما اقول ان قفشه جاي له عرض وهو مش جاي له عرض، هستفيد ايه يعني؟ مش عايز ترند ولا مش عايز. احنا بنقول الخبر اللي احنا بيجي لنا او بيوصل لنا بنقوله بما يرضي الله، ما عندناش مصلحه ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اي فريق في الدوري. احنا عايزين بنقول الاخبار، احنا برنامج رياضي بنقول الاخبار بنتفرج على الماتشات يعني، ما عندناش اي مصلحه. فلما بطلع اقول خبر ببقى متاكد منه مليون في الميه. وحتى انا صبرت النهارده ما رضيتش اقول التفاصيل بالظبط امبارح عشان ما كنتش عارف ملم جميع التفاصيل. فالنهارده اهو جبنا لكم الخطاب اللي هو من نادي الباطن السعودي للنادي الاهلي وتفاصيل الاجتماع، حتى كان الساعه 9 النهارده ولسه خلصان من شويه الاجتماع بين المسؤولين في النادي الباطن والنادي الاهلي، وبكره في جلسه ثانيه ان شاء الله. يعني نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وطبعا اهم حاجه الاهلي يستفيد. وقفشه كمان لعيب مميز، انا بحب قفشه، بحب اتفرج على قفشه وبحب لعبه، فلو في استفاده ان هو يروح السعوديه ويلعب مع نادي الباطن اكيد يعني نتمنى له كل التوفيق وكل الخير ان شاء الله. ماشي، ده بالنسبه ل هخش بقى قبل ما اخش في الماتشات برضه اخش في موضوع تاني بالمره بقى قبل ما نبدا في الماتشات ونغوص مع ماتشات الدوري. كابتن ايمن الرمادي مدرب اسوان، كابتن ايمن الرمادي اللي انا عرفته سالت لعيبه اسوان قالوا لي كابتن ايمن الرمادي مدرب جامد جدا، قالوا لي باللفظ كده اجمد مدرب اتمرنوا معاه، اتقالت لي من اتنين لعيبه النهارده في نادي اسوان بدون ذكر اسماء يعني. قالوا لي على كابتن ايمن رمادي مدرب جامد جدا، تكتيكيا فنيا بدنيا نفسيا بيتعامل كويس جدا مع اللعيبه، عنده فكر جامد جدا، فاشادوا بيه بشكل كبير جدا لعيبه نادي اسوان. وباين نادي اسوان نتائجه يعني كابتن ايمن رمادي لسه جاي نادي اسوان ما فيش، كسبان اخر ماتشين، كسبان فاركو في اسوان 1-0 وكسبان سموحه في سموحه 2-1. قالوا لي والله العظيم انا بقول لكم يعني حق ربنا، قالوا لي مدرب جامد جدا. كابتن ايمن الرمادي النهارده ما نزلش التمرين في اسوان ليه؟ ان المسؤولين في نادي اسوان وعدوا الكابتن ايمن الرمادي ان هم هيطلعوا مكافئات اللاعبين ومستحقات اللاعبين النهارده. فكابتن ايمن الرمادي سال الاداري قال له جبتوا المستحقات؟ قالوا لا والله اصل الاداره ما ادنتش حاجه. فاتكلم يعني كلم الاداره طب اصبر علينا شويه. فطبعا كابتن ايمن زعل، كابتن ايمن عايز يعني زي ما وعد اللعيبه، ناس اجتهدت اللعيبه وكسبت. اسوان عنده 6 نقط من ماتشين ورا بعض، فاركو في اسوان ومكسب على سموحه في اسكندريه. فالراجل عايز يشتغل والراجل انجز مع نادي اسوان، كسب ماتشين ورا بعض في الدوري، ماتشات صعبه ماتشات تقيله، ما فيش ماتشات سهله في الدوري. والناس اللعيبه مبسوطه بكابتن ايمن رمادي، بيقول لك مدرب عالمي. فطبعا يعني مع احترامي نادي اسوان حتى لو في مشاكل ماديه وكل حاجه لازم، لا يا جماعه تعملوا دوركم. انا بوجه بقى كلامي للمسؤولين في نادي اسوان، فين مستحقات اللاعبين؟ فين مستحقات؟ فين المكافئات؟ لازم يعني توفوا بوعودكم. كابتن ايمن زعلان جدا وقال لهم انا مش هنزل، ما راحش التمرين النهارده، ما نزلش تمرين اسوان. وعرفت اللي هو زعلان وقال لهم مش يعني مش حاجة. وعلى فكره انا مش بقول الكلام ده عشان كابتن ايمن زعلان او ما نزلش، كابتن ايمن جاي له عروض من ناديين في الدوري الممتاز دلوقتي، ايمن الرمادي جاي له عرضين من ناديين في الدوري الممتاز، وانديه كبيره. انديه كبيره. ف يعني بواجه كلامي طبعا انتوا عارفين عشان الناس بس ما تزعلش مني في اسوان، انا مش بحرجكم.
انتوا ناس محترمه وانا بحبكم ويعني بنحترم نادي اسوان جدا، بس عايز اسوان، ما انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان عايز اسوان ينجح. وما صدقنا كابتن ايمن رمادي مسك والفرقه بدات تمشي كويس في اسوان، فالتزموا مع الراجل، مستحقات اللعيبه، مكافئات، الكلام ده، عشان يعني هم عملوا دورهم اللعيبه والجهاز الفني، اداره النادي تعمل دورها. اه اداره النادي راحت جابت كابتن ايمن رمادي مدرب كبير ومدرب، لكن لازم يجتهدوا عشان يوفروا امكانيات ماليه عشان الفرقه تمشي بشكل كويس. واتمنى، انا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، انا بقول الكلام ده حصل النهارده ان كابتن ايمن رمادي ما نزلش التدريب مع نادي اسوان، زعلان عشان المستحقات بتاعه اللعيبه ما طلعتش والمكافئات. واللي وصلني من لعيبه اسوان ان كابتن ايمن رمادي مدرب جامد جدا جدا. فنحافظ، نحافظ على الراجل ونحافظ على اللعيبه ونحافظ على الانتصارات اللي بتحصل. اتمنى يعني ان اداره اسوان تحل الازمه دي والامور تمشي بشكل كويس جدا. طيب نروح بقى لماتشات الدوري نشوف ايه اللي حصل النهارده. الزمالك فاز على بيراميدز 1-0، والزمالك قرب من النادي الاهلي اللي عنده ماتش بكره، الاهلي مع الاتحاد السكندري. الزمالك بقى عنده 14 نقطه، والزمالك بيعرف يكسب بيراميدز، الزمالك بالتخصص بيكسب بيراميدز، حتى لو اداء الزمالك مش كويس لكن بيعرف يكسب بيراميدز. فخليني اقول لكم النتائج ونمسك بقى مباراه مباراه نتكلم عليها في ماتشات الدوري اللي اتلعبت النهارده. طبعا في لقاءات مؤجله اتلعبت النهارده، يعني كل اللقاءات اللي بتتلعب النهارده وبكره هي لقاءات مؤجله في بطوله الدوري الممتاز. النهارده الزمالك كسب بيراميدز زي ما قلت لكم 1-0، غزل المحله رجع تاني للانتصارات وكسب الداخليه 2-1، والمحله ما شاء الله ارتقى للمركز الرابع ب 13 نقطه. سموحه والمقاولين عرب 0-0، وفي اعتراضات من نادي المقاولين على حكم المباراه النهارده وشكوى لاتحاد الكوره ولرابطه الانديه، هنقول لكم بقى التفاصيل لما نشوف المباراه. المقاولين بيعترض بيقولوا ان كان ليهم ضربه جزاء ما اتحسبتش. وطلائع الجيش النهارده اول انتصار للكابتن محمد يوسف اللي بنبارك له طبعا، المدير الفني لنادي طلائع الجيش. كان بدا ماتشاته مع طلائع الجيش ماتشين صعبين، اهلي وزمالك خسر، ولكن النهارده طلائع الجيش بيتالق وبيفوز على المصري 3-1، والمصري بيتجه الى يعني وضع صعب. يعني في برضه انتوا عارفين الكابتن طارق سليمان مدير فني متواجد، كان اداره النادي المصري بتدي له فرصه عشان لو الامور مشيت هيكمل، لكن طبعا واضح ان لا، ان اداره المصري حاليا في اتصالات مع اكتر من مدير فني عشان يكون موجود في النادي المصري الفتره الجايه. مش عارف شرقت كده في حاجه، حد بيجيب في سيرتي. يظهر لما انتقدت اداره اسوان زعلوا ولا ايه؟ مش عارف، ما انا بس بحب اسوان. اه الناس طيبه بتوع اسوان دول دعوتهم مستجاب، واليانسون ولا النعناع الدلق اهو كمان. طيب خلينا نخش بقى ايه، نقول لكم نتكلم شويه على الزمالك وبيراميدز. دي طبعا ماتشات النهارده، فوز المحل على الداخليه 2-1، المقاولين وسموحه 0-0 في استاد اسكندريه، وفوز طلائع الجيش على المصري 3-1، وفوز الزمالك على بيراميدز. الزمالك زي ما قلت لكم بيعرف يكسب بيراميدز. النهارده الزمالك جاب جون في اول دقيقتين، مصطفى شلبي من جمله حلوه جدا، جمله تكتيكيه حلوه جدا من كورنر هنتفرج دلوقتي، وقدر الزمالك يجيب جون في اول دقيقتين ويتقدم على بيراميدز ونام على الجون، قفل على الهدف، رغم ان بيراميدز ضيع فرص كتير وسيطر على اجزاء كتيره من المباراه كاستحواذ وكفرص، لكن دايما فيريرا مدرب الزمالك بيعرف يكسب تكيس مدرب بيراميدز دايما. انا شايف السنتين اللي فاتوا من ساعه ما فيريرا جه دايما الزمالك بيعرف يتعامل مع بيراميدز في الماتشات، حتى لو بيراميدز اللي بيبقى ممكن فترات احسن من الزمالك كاداء وكاستحواذ وكده، لكن الزمالك بيعرف يكسب بيراميدز. ودي من صفات الفرق الكبيره. الزمالك الفتره اللي فاتت بعد العوده من التوقف ماشي كويس، يعني معدل الانتصارات مميز، والزمالك كسب الجيش الماتش اللي فات 4، النهارده بيكسب بيراميدز، فريق قوي، فريق منافس من الفرق دايما المتواجده في المربع الذهبي. السنه اللي فاتت بيراميدز كان في المركز الثاني، فنقدر نقول الزمالك فرقه كبيره بتعرف تكسب حتى لو هي مش الافضل. لكن طبعا الهدف المبكر اللي الزمالك جابه النهارده قدر يخليه يركب الجيم من بدايه المباراه. خلينا نشوف كده ايه اللي حصل في الماتش. شوف تشكيل الفريقين، مباراة لعبت طبعا في استاد القاهرة اللي هو ملعب نادي الزمالك، و
فيريرا بدأ بمحمد عواد في حراسة المرمى، ثلاثة في خط الظهر حسام عبد المجيد والزناري والمسلوسي، اثنين في نص الملعب عمرو السيسي وقدامه شوية إمام عاشور، على اليمين سيد نيمار وعلى الشمال أحمد فتوح، وده يعني التشكيل بقى ثابت لنادي الزمالك. في الخط الأمامي في الهجوم أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، ويوسف حسن الناشئ بقى والشاب مواليد 2003 اللي الزمالك تعاقد معاه السنة دي واشتراه من وادي دجلة، اداله النهارده فرصة مستر فيريرا في أول لقاء يعني بيبدأ فيه مع نادي الزمالك. بيراميدز برضه تشكيله ثابت الفترة اللي فاتت، النهارده بس غياب عبد الله السعيد هو اللعيب الوحيد اللي كان بيلعب أساسي ومش موجود النهارده، بسبب طبعا زي ما قلت لكم كان في مشكلة ما بين عبد الله السعيد ومصطفى فتحي في مباراة المقاولين اللي فاتت مع بيراميدز، وحصل مشادة كده بين الشوطين وعبد الله السعيد تكيس غيره، وعبد الله السعيد خد عربيته ومشي من الاستاد، ما كملش مع الفريق حتى من المدرجات يتفرج على الشوط الثاني، فحصل عقوبة مالية يعني 250 ألف جنيه وشكل كده في إيقاف، يعني استبعدوه تكيس، استبعده من مباراة النهارده، استبعد عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد خلي بالكم هو العقل المفكر في فريق بيراميدز، هو وبلاتي توريه بيبقوا اتنين لعيبه مهمين جدا في نص الملعب. المهم كل التشكيل ده بيلعب النهارده، كان بس بيراميدز بينقصه عبد الله السعيد. احمد الشناوي في حراسه المرمى، علي جبر واحمد سامي، بيراميدز بيلعب 4 3 3 او 4 2 3 1. محمد حمدي ناحيه الشمال، محمد الشيبي اللاعب المغربي ناحيه اليمين في نص الملعب. يعني مباراه ملخص لمباراه الزمالك، وزي ما قلت لكم الزمالك عرف يكسب بيراميدز، وفيريرا ضحك على تكيس، فيريرا مدرب الزمالك ضحك على تكيس مدرب بيراميدز، رغم ان طبعا كان في عدم توفيق برضو عشان نبقى حقانيين، عدم توفيق للعيبه بيراميدز في بعض الفرص اللي جت في الشوط الثاني، خصوصا كمان الشوط الكره بتاعت مصطفى فتحي في الشوط الاول هدف من الاهداف اللي هي ممكن كانت تبقى سهله بالنسبه لبيراميدز. محمد عواد خد افضل لاعب في المباراه، طبعا تالق في حوالي اربع فرص تصدى ليهم محمد عواد، فهو خد رجل المباراه النهارده محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. لعيبه الزمالك النهارده اللي ما لعبوش بقى المباراه عملوا تدريبه كده في استاد القاهره، امير مرتضى المشرف على الفريق قال الجديه والتركيز سر الفوز على بيراميدز، وبطوله افريقيا هي حلم الزمالك المنتظر. دي تصريحات امير مرتضى مشرف على فريق نادي الزمالك. تعرفين اخر مكسب لبيراميدز على الزمالك كان امتى؟ من 3 سنين، ومن 3 سنين و9 شهور، او 3 سنين و8 شهور اخر مكسب لبيراميدز على الزمالك كان ابريل 2019، 23 بالتحديد، يعني 23 ابريل 2019 برأسيه علي جبر. بيراميدز بقاله 3 سنين و8 شهور ما كسبش نادي الزمالك. مبروك للزمالك ومبروك لجمهور نادي الزمالك، وهارد لك لبيراميدز. الزمالك رفع رصيده الى 14 نقطه في المركز الثاني خلف الاهلي المتصدر ب 15، بس الاهلي لسه ليه مباراه هيلعبها بكره مع الاتحاد السكندري، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطه 11، وبيراميدز بقى في المركز الخامس، تراجع بيراميدز الى المركز الخامس في بطوله الدوري الممتاز. قبل ما نكمل ماتشاتنا في الدوري اعمل لكم يس ثانكس فور عارف انت فور بليجر تو هاف يو، محبين كبار في مصر ومعجبين جدا بيك طبعا، وفتره كبيره جدا حضرتك كنت حارس مرمى الكاميرون وحارس مرمى المقاولين العرب هنا في مصر، فليك معجبين كتير وانا واحد منهم. يعني I couldn't get you well, so the sound was not good enough. Mr. Repeat, Mr. Antoine, our pleasure. طيب يظهر في مشكلة لسه في الصوت، انتوا عارفين النت برضو ممكن ما يكونش مظبوط بشكل كبير هناك،
في الكاميرون. فخلينا نروح لماتشاتنا لغايه ما نظبط الامور مع مستر بيل انطوان او كابتن بيل انطوان، طبعا حارس الكاميرون العظيم. طيب نروح للمباراه الثانيه النهارده بعد فوز الزمالك على بيراميدز، نروح لمباراه غزل المحله والداخليه، وكانت مباراه قويه في استاد غزل المحله، ورجع مره اخرى نادي المحله للانتصارات. خلينا نشوف كده تشكيل الفريقين في المباراه، تشكيله غزل المحله طبعا بقياده بابا فاسيليو المدرب اليوناني للمحله، محمود الحضري في حراسه المرمى، مصطفى العش ومعاذ الحناوي في قلب الدفاع، ايهاب سمير ظهير ايسر، محمد جابر ظهير ايمن. وزي ما قلت لكم يعني يقفز فريق غزل المحله الى المركز الثالث في بطوله الدوري، مبروك لغزل المحله وهارد لك لفريق الداخليه اللي عمل جيم كويس. يعني بزعل قوي برضه على فريق الداخليه في بعض الحاجات، ان هو بيلعب كويس لكن بيخسر. يعني دايما نقعد نقول ايه في ماتشات الداخليه، الداخليه لعب كويس قوي النهارده بس خسر. خبره اللي انت ازاي ما تخسرش او ازاي تقدر تتعادل او ازاي تقدر تكسب برضه مش متواجده في فريق الداخليه. مش بتكلم على لعيب او اتنين او تلاته، بتكلم على فريق داخليه عنده مشكله، بيلعب كويس قوي بس ما بيعرفش يترجم الفرص اللي بتجيله الى اهداف. مبروك للمحله وهارد لك لفريق الداخليه. نروح للمباراه الثالثه بقى، مباراه طلائع الجيش والمصري. زوم معانا جاهز بيل انطوان هيسمعني؟ طيب خلينا نروح الكاميرون تاني مع الحارس العظيم طبعا بيل انطوان، حارس الكاميرون وحارس المقاولين العرب السابق. كابتن بيل انطوان، بيل او بيل انطوان، بنرحب بيك مره اخرى في قناه الحياه وبرنامجنا كوره كل يوم، وسعداء اللي يعني بنشوفك مره اخرى معانا في البرنامج، ويعني انت عارف احنا كلنا معجبين بيك يعني كحارس كبير للكاميرون. انا سعيد جدا ان انا اتكلم معاك، وشرف كبير ليا ان انا اظهر على قناه فضائيه مصريه زي قناه الحياه، وسعيد جدا كابتن كريم بتواجد معاك. طيب يعني عايز اسالك طبعا في البدايه عن منتخب الكاميرون وخروجه من بطوله كاس العالم، ورغم انه ادى بعض الماتشات المميزه، عايز اعرف رايك في منتخب الكاميرون بصفه عامه في الماتشات، الثلاث ماتشات اللي لعبهم في بطوله كاس العالم. You know, you cannot be happy when you are eliminated. When you lose, أكيد مش هتكون سعيد لما تخرج من البطولة. Out of the competition, you cannot say you are happy. خاصة في ظل بطولة زي بطولة كأس العالم. Of course, by beating Brazil at the last game. أكيد المباراة الأخيرة أمام المنتخب البرازيلي كانت مشرفة وكانت مميزة جدا. أكيد المكسب بيخليك سعيد. لكن لما تكسب وتطلع بره البطوله اكيد مش هتكون سعيد. خاصة وانت بتخرج من البطوله. اكيد كنا سعداء بعد المكسب الاخير امام المنتخب البرازيلي، لكن لما تخرج اكيد الامر محبط جدا لانك في النهايه خرجت من البطوله. يعني الكاميرون بصراحه حظهم كان وحش، ان هم كسبوا البرازيل 1-0، تعادلوا مع صربيا في مباراه ممتعه 3-3، خسروا بالصعوبه من سويسرا 1-0. فيعني عايز اعرف هل انت راضي عن نتائج الكاميرون، حتى لو الكاميرون خرج من البطوله، لكن راضي عن اداء ونتائج الكاميرون في البطوله؟ I think all the yes. The results, if you can remember, there was one draw, one lost, and one win. هو في النهاية تعادل وفوز وفي مكسب وحيد. لكن خسرت من المنتخب السويسري في أول مباراة، وتعادلت في المباراة الثانية أمام المنتخب الصربي، وفي النهاية فزت على منتخب البرازيل، لكن خرجت من البطولة. You did well. ما تقدرش تقول ان انت اديت بشكل كويس طبعا، لكن يجب ان تدرك لما البطوله بدات المنتخب الكاميروني ما كانش مرشح للتاهل عن تلك المجموعه. by FIFA ranking.
اكيد، لكن تصنيفنا في الفيفا رانكينج او تصنيف الاتحاد الدولي ما يؤهلكش انت تتأهل عن تلك المجموعه، لكن يجب ان انت تقدم كل افضل ما لديك على الاطلاق في جميع المباريات اللي انت خطها عشان يكون عندك فرصه ان انت تتأهل. لكن لما المنتخب الكاميروني لعب اول مباراه الاداء ما كانش كويس طبعا، لكن الاداء كان مختلف جدا عن المنتخب البرازيلي في النهايه. لكن يجب ان تكون امين الحديث عن مباراه البرازيل والكاميرون، والمنتخب البرازيلي خاض المباراه دي بالفريق الثاني. طيب عايزين نسال بيل انطوان عن منتخب المغرب، يعني هل هو طيب هو بيتكلم ماشي. عايزين نسأل بيل أنطوان عن منتخب المغرب، رأيه في المغرب، وهل كان يتوقع أن منتخب أفريقي يقدر يوصل لقبل نهائي كاس عالم؟ وعايز أعرف كمان من بيل أنطوان توقعاته إيه للمغرب أمام فرنسا؟ موروكو did really well. المنتخب المغربي قدم أداء رائع بكل تأكيد، وانت مش توصل للنص النهائي من غير ما تقدم مباريات كبيره. بالتاكيد منتخب مغربي خاض مواجهات كبيره، ما تقدرش تقول على فريق لعب مباراه وحشه انه هياخد بقى المباراه بشكل وحش، لكن المنتخب المغربي ممكن خاض مباراه مش على نفس الاداء المعمول، لكن في النهايه في المجمل قدم مباريات كبيره وقدم اداء رائع، وكانوا مصدقين حلمهم وبالفعل خلاص قربوا يحققوا حلمهم. لكن المنتخب المغربي واحد من افضل المنتخبات في البطوله، الاهم انك تحافظ على اللي وصلت له، وده اللي عمله المنتخب المغربي. اكيد مش هتوصل لنص النهائي من غير ما تكون قدمت اداء رائع ومميز في البطوله بشكل عام. اتمنى المنتخب المغربي ان هو يوصل اقصى طموح ليه، ولما لا ما يوصلوش للنهائي، ولازم يصدقوا نفسهم لما يلعبوا قدام المنتخب الفرنسي ويصدقوا ان هم قادرين يكسبوا. اكيد هتكون مباراة حماسية للمنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. طيب عايز اسال انطوان بيل عن افضل حارس في بطولة كاس العالم عجب انطوان بيل، يعني دايما انطوان بيل كان حارس كبير وحارس عظيم، فمين حارس المرمى في البطولة اللي شد او عجب انطوان بيل؟ I couldn't get you about the goalkeeper. Ah, who is who is the best goalkeeper in Qatar? Oh, I think we've seen good goalkeepers, and as from semi-final. بالحراس المميزين جدا. You have. وبالأخص في الدور نص النهائي. The four of them have done very well. الأربع حراس في الأربع منتخبات اللي وصلوا لدور نص النهائي كلهم مميزين. بالاخص ياسين بونو وليفي كافوتش حارس طبعا كرواتيا ومارتينيز. اكيد مش هتكسب كاس العالم غير لما يكون عندك حارس رائع ومميز، وبالتاكيد كل الاربع فرق اللي وصلوا الدور نصف النهائي عندهم حراس مميزين جدا، بالاخص ياسين بونو انا معجب بيه جدا، حارس رائع. طيب اخ قبل ما اسيب بقى بيل انطوان عندي سؤالين. خلاص وصلنا للدور قبل النهائي، المغرب في مواجهه فرنسا، كرواتيا في مواجهه الارجنتين، تتوقع مين هيكون في نهائي كاس العالم؟ بالنسبه لمباراه كرواتيا والارجنتين هتكون مباراه صعبه جدا وقويه. اكيد مباراة فرنسا والمغرب هتكون مباراة قوية جدا برضو مش هتقلع. مين هيوصل بقى؟ مين هيوصل من الاربع فرق للنهائي؟
Yes. Yes, Croatia and Argentina is going to be a very tough game, but أكيد both مباراة teams الأرجنتين وكرواتيا هتكون صعبة had جدا جدا، very tough time. Remember, لكن المنتخب Argentina الكرواتي مر played بظروف against صعبة وقدر يعدي Saudi منها. Arabia, which means they had to win all the matches that were coming, and they were already under pressure, and they could succeed. وأكيد المنتخب الكرواتي لما يكون تحت ضغط كبير بيقدم أفضل ما لديه، وعلى الرغم من الضغوط اللي مروا بيها قدروا يوصلوا للدور نصف النهائي. واللاعبين المنتخب الكرواتي عندهم خبرات كبيرة في اللعب في الأدوار دي، وشفنا المباراة الكبيرة اللي قدموها قدام المنتخب البرازيلي، ومميزين جدا في الكونتر أتاك والهجمات المرتدة، ويقدروا يعملوها كويس جدا. أكيد مباراة كبيرة جدا. Of course, Argentina, they have got. وفي المقابل المنتخب الأرجنتيني عندهم لاعبين مميزين، وبالأخص ليونيل ميسي، وهو اللي قادر يقدم شيء مختلف. لكن منتخب كرواتي على مستوى جماعي مميز أكتر. أكيد ما تقدرش تتوقع من الفريق اللي يقدر يفوز. طيب عايز أسأله بس يعني آخر سؤال بقى سريعا كده عشان الوقت. كان هنا في تصريحات لفينسنت بوباكر اللي هو مهاجم المنتخب الكاميروني، كانت تصريحات ضد محمد صلاح واغضبت شويه المصريين من فينسنت ابو بكر، ان يعني فينسنت ابو بكر بيقول ان لو خد الفرص بتاعت محمد صلاح في ولعب في الانديه الكبيره هيقدم مستوى وهيكون افضل من محمد صلاح بكتير، هل هو تابع التصريحات دي ولا ما تابعهاش؟ ويعني ردوا ايه على التصريحات دي؟ Like you know, Mohamed Salah is a special player. أكيد محمد صلاح لاعب من طراز خاص، واحد من أفضل اللاعبين. Almost the same thing when you have Lionel Messi. You have someone زي ليونيل ميسي كده في المنتخب الأرجنتيني. أكيد عاش لحظات خاصة جدا. وفريق ليفربول محظوظ جدا بامتلاك محمد صلاح. الأمر مش سهل إنك تكون محمد صلاح. لكن انا برجع حديثي عن مباراه المنتخب الارجنتيني، انا اتوقع ان المنتخب الكرواتي قادر ان هو يفوز على المنتخب الارجنتيني. وبالنسبه لجزئيه محمد صلاح، هو شايف ان محمد صلاح لاعب رائع، لاعب كبير، وكل اللي يقدر يقوله انك مش سهل انك تكون محمد صلاح. بشكره طبعا انطوان بيل طبعا الحارس الكبير، بشكره شكرا جزيلا، وكنا سعداء جدا اللي احنا شفناه النهارده، ونتمنى له دايما يعني الصحه والتوفيق في حياته، من الحراس الكبار جدا جدا اللي احنا بنحبهم جدا يعني، بنشكره شكرا جزيلا. تمام، يعني ده كان انطوان بيل طبعا حارس مرمى الكاميروني الكبير جدا. طيب نكمل مع بعض، نطلع فاصل ولا نكمل يا جماعه؟ كمل مع بعض. طيب احنا شفنا مباراه الزمالك وبيراميدز، شفنا مباراه غزل المحله والداخليه، خلينا ننتقل بقى للمباراه الثالثه، مباراه طلائع الجيش والمصري، وفوز مهم جدا لطلائع الجيش النهارده، وخساره مؤلمه للنادي المصري، هتعمل مشاكل الخساره دي داخل النادي المصري النهارده. طلائع الجيش بقياده الكابتن محمد يوسف بدا المباراه بعماد السيد في حراسه المرمى، خالد سطوحي ومحمد فتح الله واحمد ايمن منصور، ثلاثه في قلب الدفاع. قدامهم في نص الملعب اسلام محارب وعبد الرحمن شيكا واحمد عبد الرحمن زولا ناحيه اليمين، واحمد متعب ناحيه الشمال، خالد قمر مهاجم على شماله، كريم طارق، وعلى يمينه احمد سمير. بالنسبه للنادي المصري، محمود جاد في حراسه المرمى، عماد الدين بوبكر وده مدافع فلسطيني في نادي المصري، محمد دبش ناحيه الشمال، عمرو طارق ناحيه اليمين، كريم العراقي في نص الملعب، فريد شوقي وايزي ايميكا. قدامهم بقى الرباعي هجومي للمصري، الياس الجلاصي اللاعب التونسي، فرانك ايتوجا مهاجم، ومحمد عنتر وعمرو مرعي. تشكيل هجومي النهارده للكابتن طارق سليمان بسبع نقاط من ست ماتشات، والمصري في المركز ال 14 بست نقاط ايضا من ست لقاءات. كده المصري لعب ماتشاته كامله، وطلائع الجيش لعب ماتشاته كامله. طبعا هزيمه مؤلمه للنادي المصري، وقدر طلائع الجيش النهارده بفضل بقى خالد قمر وكريم طارق ومحمد شحاته، عمل شو عمرو مرعي كمان عمل جون حلو قوي
لجريندو في النادي المصري، لكن قدر طلائع الجيش وكابتن محمد يوسف طبعا متبارك له على المباراه دي، اول فوز ليه مع طلائع الجيش، وهارد لك طبعا للنادي المصري ان شاء الله اللي جاي يكون افضل بالنسبه للنادي المصري. نروح للمباراه الاخيره بقى ما بين سموحه والمقاولين، المباراه دي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، فقلت اسيبها للاخر، خلينا نشوف ايه اللي حصل في مباراه سموحه والمقاولين، ما اتفرجتش عليها بصراحه، فنشوفها مع بعض لاول مره بقى، ان كانت بتتلعب في نفس توقيت مباراه طلائع الجيش والمصري. نادي سموحه بقياده كابتن طارق العشري، بدا بالهاني سليمان في حراسه المرمى، شبانه واحمد حكم في قلب الدفاع، خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، شريف رضا ناحيه الشمال، في نص الملعب محمد سعيد ومحمد نادي، قدام احمد مصطفى وحسين فيصل والصباحي عماد وصديق كلابا او صديق اجوله اللي هو مهاجم من الدقيقه 66 والدقيقه 81، فعملوا اضافه لنادي المقاولين العرب وعملوا خطوره نادي المقاولين العرب، ولكن انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0 زي ما قلت لكم. مقاولين رفع رصيده الى 7 نقاط، ونادي سموحه رفع رصيده الى 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ده الجدول اهو، لسه طبعا في ماتشات بكره، 3 ماتشات بكره في بطوله الدوري، ان شاء الله هنقول لكم على الماتشات المتبقيه بكره. طبعا ناخد بس الترتيب الاول، الاهلي في المركز الاول ب 15 نقطه، الزمالك الثاني 14، فيوتشر الثالث 13، غزل المحله الرابع 13، بيراميدز الخامس 11، الاتحاد السكندري السادس ب 9 نقاط، السابع فاركو 7 نقاط، الثامن المقاولين 7 نقاط، طلائع الجيش التاسع 7 نقاط، البنك الاهلي العاشر 6 نقاط، ام بي ال 11 6 نقاط، اسوان ال 12 6 نقاط، سموحه في المركز ال 13 6 نقاط، المصري ال 14 6 نقاط، سيراميكا ال 15 4 نقاط، والاسماعيلي ال 16 بنقطتين، حرس الحدود ال 17 بنقطتين، الداخليه في المركز الاخير بنقطتين. بكره بقى 3 ماتشات في بطولة الدوري الممتاز، سيراميكا مع حرس الحدود الساعة 3:15 في استاد القاهرة، ملعب سيراميكا السنة دي بيلعب في استاد القاهرة. الساعة 5 مباراة قوية جدا ما بين الإسماعيلي وفيوتشر في إسماعيلية. الإسماعيلي عنده نقطتين يا جماعة. فيوتشر ما شاء الله ماشي كويس جدا مع الكابتن علي ماهر، 13 نقطة في المركز الثالث. ماتش تقيل. الأهلي مع الاتحاد السكندري، الأهلي المتصدر ب 15 نقطة مع الاتحاد السادس ب 9 نقاط، الساعة 7 في استاد السلام. هنشوف ايه اللي هيحصل في اللقاءات. خلينا بس بسرعة اقول لكم بعض الحاجات السريعة. الاهلي ما نزلش القايمة بتاعت اللعيبة اللي اختارها كولر، والفترة اللي فاتت الاهلي ما بينزلش قايمة الفرق مش عارف ليه قبل المباراة يعني. نادي اندرلخت البلجيكي بيجدد عرضه لشراء اليو ديانج، في عرض مالي كده من اندرلخت لشراء اليو ديانج اللاعب المالي. نادي الاتحاد زوران حط القايمه بتاعت الاتحاد، الاتحاد في معسكر النهارده، المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان في حراسه المرمى، كيفن كيزيتو وهشام صلاح وصابر رحيل وخالد صبحي ومحمود علاء و محمد صالح، مروان عطيه، ابراهيم حسن، خالد الغندور، كريم الديب، اسلام عبد النعيم، سعيد صنبوري، محمود عبد العزيز، محمد فارس، احمد عيد، اوستن اموتو، احمد عادل ميسي، ومابولولو. في غيابات عن الاتحاد، السيد سالم وناصر ناصر وفوزي الحناوي وعبد الغني محمد ومحمد الصباحي وعبد الله نصيب، برضو اللاعب الاردني مصاب، ومورو سليفو اتطرد في الماتش اللي فات. ماشي خليني بسرعه كده. عمر فايد مدافع المقاولين خد احسن لاعب في المباراه، مباراه سموحه والمقاولين. محمود جابر لاعب المحله خد احسن لاعب في مباراه غزل المحله والداخليه. النهارده اداره النادي المصري خصمت 50,000 جنيه من كل لاعب في النادي المصري بعد الخساره من طلائع الجيش. الاسماعيلي كابتن ايمن الجمل هو اللي هيقود النادي الاسماعيلي بكره. كابتن ايمن الجمل كان مدير الكوره، تم اقاله خوان كارلوس جاريدو. على فكره خوان كارلوس جاريدو مش عايز يمشي من الاسماعيلي، بيحافظ على حقوقه، راح وقف التمرين بتاع الاسماعيلي اشتغل اول امبارح، جاريدو نزل وقف في نص الملعب عشان يقود التدريب واداره النادي ممشياه يعني. موقف كان طريف شويه. كابتن ايمن الجمل اختار قائمه الاسماعيلي احمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو، عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، محمد دسوقي، احمد محسن،
عمر الوحش، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد بن خماسه، محمد بيومي الشبراوي، احمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، ياو انور، وباسم مرسي، وخالد النبريسي، وفراس شواط. دي قائمه نادي الاسماعيلي ليه مباراه بكره. طيب دي اخبارنا المحليه، نطلع بقى فاصل عشان نستقبل نجومنا الكبار كابتن ماهر همام وكابتن اشرف قاسم بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض ونرحب طبعا بالنجمين الكبار كابتن ماهر همام وكابتن اشرف قاسم. كابتن ماهر منور. كابتن كريم اهلا بيك يا حبيبي، ازي حضرتك؟ والله الله يخليك. ربنا يكرمك يا كابتن. كابتن اشرف. كابتن كريم برنس الكره المصريه. ربنا يخليك. بارك يا كابتن. تمام الحمد لله. فعلا المنديل ده بتاع برنسات الكبار. ربنا يكرمك يا رب. عامل شغل جامد. انا واخده مني. لا لا عامل شغل جامد. اخباركم ايه؟ تمام؟ اتفرجتوا على الماتشات النهارده؟ اه الحمد لله. طيب عايز اقول لكم بس خبر مهم قبل ما نبدا اعرف رايكم وتحليلكم للماتشات النهارده في بطوله الدوري وتوقعاتكم لماتشات بكره ان شاء الله. اتحاد الكوره من شويه نزل قرار او خبر يعني بتغيير نظام بطوله السوبر من السنه الجايه بقى. البطوله القادمه هيتم زي اسبانيا بقت البطوله مشاركه اربع فرق. تم تغيير نظام السوبر، ما بقاش بقى بطل الدوري بطل الكاس يلعبوا بعض، لا بقى خلاص يعني رابطه الانديه المحترفه قررت تغيير نظام بطولة السوبر ليقام بين أربع فرق. هيكون الأربع فرق بقى مين؟ بطل الدوري وبطل الكاس، ولسه ما حددوش معيار الفرقتين التانيين. هل بقى تاني الدوري؟ تاني الكاس؟ تاني الدوري؟ تالت الدوري؟ يعني لسه ما، لكن هو مبدئيا يعني خلوا نظام السوبر. انت مش بتضحك ليه؟ لا انا مستني يا مراد عشان افهم بس. هم غيروا نظام السوبر الى اربع فرق. ومنهم هيكون بطل الدوري وبطل الكاس. ايه الغرض من يبقى اربع فرق؟ بتبقى بطوله يعني بطوله بقى، مش مباراه واحده يعني. زي اسبانيا، ما اسبانيا عاملين كده. اسبانيا عاملين كده، يجيبوا بطل الدوري بطل الكاس او تاني والتالت على الدوري واربع فرق يعني. تمام. عشان تبقى بطوله يعني اكبر شويه في عدد الايام. فرقه مثلا بطل الدوري لاعب تسويقيا يعني. تسويقيا بس. يبقى فيها ثلاث ماتشات. اوكي. يعتبروا مثلا ماتش قبل نهائي يعني فرقتين يلعبوا فرقتين وفرقتين يعني كل فرقه هتلعب كام ماتش؟ ماتشين تمام. ماتش قبل نهائي، ماتشين قبل نهائي. يعني كل فرقه والنهائي. دي بطوله بدل ما تبقى مباراه واحده. دي هتبقى توقيتها كام بقى؟ وقتها هتاخد وقت قد ايه؟ لا معرفش حاجه. ما دي ده الخبر لسه. هتتعمل امتى؟ وهتتعمل امتى؟ لسه اكيد في السوبر قبل بدايه الموسم الجديد. اوكي. اكيد قبل بدايه الموسم الجديد يعني. يعني احنا كنا عايزين ننهي الموسم بدري شويه علشان يبقى في راحه والفرقه تبتدي تستعد بشكل كويس عشان بدايه الموسم. فهنعمل عدد ماتشات. هنزود عدد الماتشات. وممكن تسويقيا يعني يبقى ليها. بس هي تسويقيا متهيألي هي فايده تسويقيه. الفايده بتاعتها هتبقى تسويقيا. انا قلت الخبر زي ما هو. بس لسه ما اعرفش بقى اتحاد رابطه الانديه. لسه لا تفاصيل لسه. هو واخدين القرار بكده ولا لسه في تفكير ان يعملوا كده؟ من شويه احمد درويش حتى لسه جايب الخبر بيقول لك اتحاد الكوره ورابطه الانديه يتفقان على تغيير نظام بطوله السوبر المصري، بدل اقامه مباراه واحده بفرقتين وبطل الدوري هتقام بمشاركة أربع فرق. تمام. الأربع فرق دول منهم بطل الدوري وبطل الكاس، وهيحددوا بقى الفترة القادمة معيار اللي هيختاروا بيه الفرقتين التانيين. تمام. وإمتى وفين وإزاي؟ محدش يعرف حاجة لسه. يبقى لسه هما ما فيش قرار أو حاجة. لا هما القرار غيروا نظام البطولة إلى أربع فرق. تمام. منهم بطل الدوري وبطل الكاس. طب ما هو قبل ما آخد القرار بحاجة زي دي أو كده أعرف الأول أنا هعملها إزاي عشان لما أطلع القرار يبقى القرار مكتمل. بيبقى كامل. يبقى مكتمل عشان ما تقولش حاجة ولسه هتفكر هتعمل. أو دي بجس نبض بس كده. يعني دي يرمي بس يشوف إيه. رد الفعل بتاع الانديه. طب تخيل انت بقى الاول الدوري واول الكاس وبعدين دخل معاهم فرقتين تانيين، فرقتين دول كسبوا الفرقه دول وخدوا. بتحصل. ما انت فكر في دي برضه. وطبيعي ممكن تحصل. يعني ممكن بطل يعني درجه تانيه ياخد كاس. لا مش كده يعني. هقول لك حاجه يعني مثلا السوبر اللي فات ده الاهلي كسبه، الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس. ايوه. الاهلي تاني كاس. تمام. وتالت الدوري. تمام. الاهلي اللي خد السوبر. طب ما مش مقياس. مش مقياس برضه. هي يعني برضه خلي وممكن يدخل المربع
اول وثاني وثالث ورابع ممكن. لا هو في بطل دوري بطل كاس. رقم واحد الثالث والرابع هنشوف ممكن. بقى لو مثلا في ممكن فرقه مثلا تكون بطل دوري وثاني كاس. فهيبدا بقى يقول تخيل بقى ان هم الفرقتين مثلا يعني كمثال اهلي وزمالك هم اول وثاني الدوري واول وثاني كاس. ايه اللي هيحصل؟ هيجيبوا الثالث والرابع بقى بتاع الدوري. ربنا يكرمك. يجيبوا الثالث والرابع او ممكن يجيبوا فريق مثلا من دوله اخرى يلعب معانا في السوبر. وهل هتتعمل في مصر ولا برضه ما معرفش والله. او بطل الرابطه بنقل الخبر اللي بص احمد درويش وفي كاس الرابطه. كاس الرابطه يعني كابتن ماهر قال حاجه حلوه ممكن بطل كاس الرابطه. لا كاس الرابطه دي بطوله لوحدها خلاص بقت موجوده. ايوه يعني ممكن يجيبوا بطل كاس الرابطه يدخلوه في السوبر. طب افرض بطل كاس الرابطه واحد اذا كان اهلي او زمالك برضه. افرض لو هو واحد لو هو الزمالك او الاهلي برضه ايه الوضع؟ هياخد تاني كاس الرابطه؟ لو ايه؟ لو واحد من الاهلي والزمالك خد الرابطه برضه. لا يا كابتن اشرف ما تدهونيش بقى. لا ما انا بقول لك الاحتمالات دي لازم تكون موجوده. يعني هياخدوا ثالث ورابع الدوري. بص احمد درويش ادانا الخبر وسابنا عمالين ان احنا نضرب اخبار. هو معايا بس واضح ان هي عشان اتعملت باربع فرق هتبقى خارج مصر. هو لازم تسويقين عشان كده كده خارج مصر. لازم عشان واضح بالظبط. انت عشان تنجح حاجه زي دي لازم لان في بطوله بتتلعب دلوقتي في دبي بعدد من الانديه الاوروبيه. بس دي بطوله وديه عشان كاس العالم شغال. فممكن تبقى شبه كده. ممكن صغيره كريم يعني اسبانيا دوله الامارات ممكن تبقى مثلا في قطر على اساس ان قطر كمان نجحت كاس العالم والمونديال ممكن يعني ممكن. لا هو في اتفاقيه ما بين مصر والامارات الامارات بطوله السوبر دي بالذات. بطوله السوبر دي يعني في اتفاقيه ما بين مصر والامارات على فكره نجحت. على فكره فكرتها احنا بنتكلم بس بشكل كده لكن هي فكرتها كويسه جدا طبعا. لو اتعملت بشكل منظم ومرتب معايير صح هتتعمل صح علشان يبقى فيها استفاده يعني انت وتوقيتها كمان مهم جدا التوقيت طب. علشان انت برضو تستفيد بيها ودايما في كل حته في العالم بيعملوا المباراه دي قبل بدايه الدوري باسبوع يا ريت اللي هي زي حتى في انجلترا بيسموها الدرع الخيري يا ريت يا ريت تبقى كده علشان انت تستفيد بيها ورجوع اللعيبه بعد كده للمباريات وعندك مساحه وقت بقى انت لو خلصت 30/6 عندك مساحه وقت كويسه قوي تقدر تعلم بقى الدوري كويس يا كريم برضك ان بدا يبقى في تفكير اشرف دلوقتي ان احنا نخلص الدوري رابطه البدري وبعدين نحاول تعمل حاجات ديت عشان نبدا موسم جديد بهذا الشكل. ففي تفكير بقى خارج الصندوق حاجه كمان اداريا. هو التفكير ده المفروض هو ده الطبيعي بس انا خلص الدوري. اقول لك على حاجه كريم اقول لك على حاجه رابطه الانديه بتحاول على قدر المستطاع ان هي تعمل حاجه يعني تتماشى مع اللي احنا بنشوفه في اوروبا. تمام. مش مستحيل يتعمل في يوم وليله. لازم واحده واحده كده بس نعمله بشكل مرتب ما يبقاش فيه استعجال. صح. يعني لو مش هتقدر تعمل دي بشكل منظم وكويس ما تعملهاش. تمام. يعني استنى شويه واعملها بشكل منظم. لا ده ما اتخدوا القرار يبقى في تسويق كويس للبطوله. بالظبط. يعني في تنظيم حاجه كويسه طبعا. حاجه كويسه يعني. تمام. طيب نبدا بالزمالك وبيراميدز النهارده كابتن اشرف. الزمالك كسب بيراميدز في الدقيقه الثانيه من المباراه. وقفل القصه. بيراميدز ضيع كتير لكن الزمالك بيعرف يكسب. لو تتكلم بشكل عام الزمالك كسب ثلاث نقاط. تمام. لكن اداء الفرقه طبعا يعني بعيد خالص عن المباريات اللي فاتت ويمكن اقل المباريات اللي لعب نادي الزمالك فعلا تراجع وكان بيحاول يلعب على الهجمه المرتده. بس انت كنادي الزمالك ما ينفعش ان انت ما تقابل تفضل موجود في منطقه ال 18 او على حدود منطقه ال 18. كان سهل جدا لو في توفيق لفرقه بيراميدز ممكن يحرز اكتر. الحمد لله يعني ان ما كانش فيها توفيق او ان طلع المباراه كده. لان فعلا نادي الزمالك احتياجه للثلاث نقاط كان مهم جدا قدام فريق بيراميدز. كابتن ماهر شفت الماتش ازاي وشايف النهارده ان الزمالك قدر يكسب بهدف احرزه بعدين تراجع للدفاع. بيراميدز زي ما شفنا ضيع فرص كتير لكن ما قدرش يترجم السيطره اللي جت لبيراميدز. يعني بص يا كابتن كريم اسرع هجمتين في الدوري العام النهارده عملهم نادي الزمالك في الدقيقه الاولى والدقيقه الثانيه اللي احرز منها الهدف. طبعا الهجمه الاولانيه اللي فيها ضغط وبعدين قدر يشيلها الشناوي وبعد كده الهدف اللي جه كورنر. فده نتيجه ان النادي الزمالك داخل وعنده تصميم وعنده دوافع ان هو يضغط على دفاعات بيراميدز من بدايه الماتش المباراه. وفعلا وقدر يغلطهم وقدر ان هو يحرز الهدف الاولاني. عايز اقول لك كريم ساعات انت لما بتجيب بول وما بتحاولش تعززه بيحصل نوع ضغط نفسي على الفريق فبيرجع لورا وبيحافظ على الهدف ده ودي تكتيك ويعني بيعتمد عليه في فرقه كبيره في اوقات كتيره جدا انك انت خلاص الهدف فبتحافظ عليه. ده اللي حصل ان الزمالك حاول انه يحافظ انه يجيب هدف تاني لكن ما قدرش فحافظ على الهدف ودي برضك بتحسب للتيم والاستراتيجيه اللي بيلعب عليها مستر فييرا ان هو ما يطلعش خسران من المباراه دي. ثانيا
ان حظوظ نادي الزمالك على بيراميدز يعني عاليه بالظبط. كل التنبؤات بتقول الزمالك هيكسب. اخر مره كسب الزمالك في شهر ابريل 2019 بثلاث سنين ونص، فالحظوظ موجوده والثقه موجوده. العكس بقى، بيراميدز حاول النهارده ان هو بكل الطرق التكتيكيه، احنا شفنا اللقطات اللي شفناها، شفنا الدبل باص الوان تول من الداخل لاشرف في ضرب، كل حاجه في ضرب العمق، واخد بالك، وما يعني قدروش يسجلوا. وبعدين الكروسات العرضيه اللي من الجناب بردك ما قدروش يوصلوا. تاني حاجه الكرات الثابته استغلوها، يعني تقدر تقول التكتيك كله اللي موجود في النهارده ال 90 دقيقه بالنسبه لبيرمز اداه عكس الزمالك. اشتغل من الاطراف، اشتغل من العمق، اشتغل الكور الثابته، لكن الاتقان في احراز الاهداف ما كانتش موجوده. يمكن لقاي بردك مش من النوع اللي هو مش بينهي كويس بالظبط، مش بينهي كويس. نهايه الهجمه عندهم ما كانتش مؤثره، عندهم لعيبه طبعا مؤثرين بشكل كبير جدا في الحته الهجوميه. النهارده نادي الزمالك يمكن بيلعب بتسعه ورا ومهاجم قدام، ده نتيجه الضغط اللي حصل من لعيبه بيرنز في محاوله تعديل النتيجه. هل هو ضغط يعني بس، ولا تعليمات من فيريرا ان هم الزمالك يرجع تحت الكوره ويعمل زون قدام منطقه جزاء؟ هو لو قال لهم ان هم يرجعوا المنطقه الزديبه، لا طبعا اكيد مستحيل. هو رجعوا بشكل تلقائي كده لوحدهم لان حسوا طول المباراه. ما انا هقول لك يعني ما قدرش المدرب ان هو يدي تعليمات او يعمل تغييرات، هم حاسين ان هو الفرقه حاسين ان فرقه بيراميدز اعلى منهم، اعلى منهم في نقل الكوره، في الاستحواذ، في ان هم بيوصلوا. وبعدين التنوع اللي كان عند بيراميدز هو اللي اكبر لمدافعين نادي الزمالك، ونص الملعب يوصل لتحت. أي بالشكل ده انت شفت النهارده زيزو بيرجع يدافع عند ال 18 كله يعني معظم ده مصطفى واحمد سيد بينزلوا تحت خالص. النهارده فتوح ومصطفى شلب الاثنين طالعين بكرامبات، يعني ده بيبين قد ايه كان بيراميدز ضاغط واجهاد عضل لعيبه الزمالك. ما هو دي برضه مش مفهومه ان انت في توقيت زي ده بيجي لك الكرامبات في توقيت زي دوت، واحنا في لسه من سادس مباراه، ما تقولش ما مش عايزين نقول حمل عالي ولا بتاع، يعني برضه الكلمه دي يعني انا مش عاوز اوصلها لان الناس كانت مجهده او تعبانه. ممكن فتوح عشان بقاله فتره ما بيلعبش رجع بتاع، فده ماشي، لكن انت ما عملتش المشاوير اللي هي من ال 18 عندك، خدت طول الملعب كتير عشان يحصل لك كده. لا النهارده مصطفى شلبي وحتى التغييرات اللي حصل، بقول لك انا مش مقتنع بالتغييرات. يعني انا النهارده كنت اسيب عمرو السيسي، عمرو السيسي كان من احسن الناس اللي موجوده النهارده في وسط الملعب، وكل ما مادة بيتحسن اكتر. مصطفى شلبي بقول لحضرتك طلع متعور، يعني مش متعور، عنده زي تقل في العضلات. ماشي لو هو مصاب ماشي اوكي، يبقى خلاص هو ما دام اللاعب طلب يبقى بيطلع. فتوح هيعمل اشاعه بكره لو اللاعب جه طلب مني شد. لو اللاعب جه طلب مني كمدير فني ان انا عاوز اتغير عشان تعبان، يبقى لازم يطلع. حتى لو انا شايف انه مش تعبان لازم يطلع ما دام طلب. تمام. لان ده هيبقى مبرر عنده ان هو ما يجريش او ما يعملش المجهود اللي مطلوب منه. النهارده عمرو السيسي كان شغال كويس جدا في وسط الملعب. التغييره حصلت غريبه جدا بتاعت نبيل عماد. انت بتنزل نبيل عماد بعد اصابه كانت عنده، واصابه مش سهله، بس هو منزله قدام فرقته كمان. لا وما تنزلوش قدام بيراميدز، وما تنزلوش وانت مضغوط كده بالشكل ده كمان يعني. طب عايز تنزله نزله، خلي عمرو السيسي يبقى جنبه، يعني هو بيتحرك وبيقاتل تحت، لكن انت ما تنفعش. لان امام عاشور شغلته كلها فين؟ هجوميه اكتر. فانت ما ينفعش ان انت تنزل نبيل عماد في توقيت زي ده والضغط ده، وفعلا زي ما انت قلت نفسيا قدام الفرقه بتاعته قبل كده. فلا توقيت الدفع باللاعب، ولاعب مهم جدا وهيفيدك الفتره اللي جايه، لا لازم بتوقيت صح. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل ماتشاتنا مع الكابتن ماهر همام والكابتن اشرف قاسم، وهناخد ماتش المحله والدكريه اللي فاز فيه المحلة بعد الفاصل إن شاء الله. نرجع تاني مع بعض، وخلينا بقى نروح للكابتن ماهر همام ونشوف رأيه في مباراة المحلة والداخلية اللي انتهت بفوز المحلة 2-1. رجع طلائع الجيش والمصري، وهاخد الكوره بتاعت الماتش سموحه والمقاولين اللي احنا كنا مختلفين فيها هنا في الاستوديو، هل هي ضربه جزاء كرة جت في ايد مدافع سموحه ولا لا، بعد الفاصل ان شاء الله. نروح لمباراة المصري وطلائع الجيش النهارده في استاد السويس، وفوز طلائع الجيش 3-1 يا كابتن اشرف.
برضه فوز مستحق. طلائع الجيش قدم مباراه النهارده هايله جدا، يمكن احسن من مباراه الاهلي اللي قدمه. طبعا هو لسوء حظ محمد يوسف، طبعا ببارك له بقول له الف مبروك، والحمد لله قدرت ان انا النهارده عاوز ابعت ابارك له على ايام يعني الماتش الاهلي وبعدين الزمالك. جدول صعب النهارده، ربنا كرمه. ده انا هلاعب كابتن محمد يوسف الماتش اللي بعد الجاي. بكره عندنا ثلاث ماتشات، عايز اخد توقعاتكم الثلاث ماتشات بتوع بكره. عندنا سيراميكا وحرس الحدود يا كابتن ماهر في استاد القاهره، ملعب سيراميكا. سيراميكا عنده اربع نقط والحرس الحدود نقطتين في المركز قبل الاخير. سيراميكا يهمه انه يكسب. سيراميكا ما كسبش بكره في مشكله كبيره، مشكله كبيره للسيراميكا. صعب وبرضه حرس الحدود في وضع صعب، يعني برضه مش هيبقى صيد سهل. يعني وضع صعب بصراحه. تتوقع ايه سيراميكا ولا اتوقع الحرس؟ يعني سيراميكا ممكن يكسب. سيراميكا كابتن اشرف قاسم. سيراميكا اقرب يعني. سيراميكا الماتش ده يطلع تعادل. لا قول لي نتيجه واحده. ما انا بقول ما تلعبنيش يا كابتن اشرف. مفيش اي سيراميكا انت بتقول يا سيراميكا تكسب يا تعادل. لا ما انا قلت لك فرنسا هتكسب انجلترا وما لقيتش اي رد فعل. ما هو لسه البطوله شغاله يعني. ماشي البطوله شغاله، طلعت انجلترا طلعت خلاص. انت بتزنقني. يعني امين سيراميكا. سيراميكا برضه. طيب الاسماعيلي وفيوتشر ماتش ضرب نار في اسماعيليه. بصراحه الاسماعيلي في موقف صعب جدا. الواحد بصراحه يعني وفيوتشر ثالث دوري وماشي كويس قوي، او رابع دوري يعني. لا فيوتشر ثالث. ثالث ثالث دوري 13 ماتش. فيوتشر برضه بالنسبه له المباراه بره ملعبه او داخل ملعبه مش هتفرق دلوقتي، ما بقاش الموضوع بره الملعب او جوه الملعب بالظبط. لكن طبعا خد بالك الاسماعيلي على عنده ضغوطات كبيره جدا جماهيريا ونفسيا ومعنويا داخل الملعب، لان هم ما عندهمش ثقه في نفسهم انهم ممكن يكسبوا اي مباراه. ودليل على كده ان هم ساعات بيبقوا واصلين، يعني بيبقوا نازلين المباراه من بدايتها بيبقوا كويسين لكن ما بيكسبوش برضه. فالمباراه دي يعني متهيألي صعبه جدا جدا على الاسماعيلي. ماشي انت شايف ايه برضه؟ فيوتشر اكس اسماعيلي في اسماعيليه. كابتن ماهر الله يكون في عون الاسماعيلي، يعني ده مش مكان وبقاله سنتين ثلاثه كريم، الامور صعبه قوي قوي. وبيني وبينك جماهير الاسماعيلي تعبت بصراحه يعني. فنتمنى الاسماعيلي يرجع لحالته الطبيعيه. لكن فيوتشر طبعا ثالث الجدول عن 13 بونت، يهمه كمان ان هو فيوتشر لعب خمس ماتشات كسب اربعه وتعادل ماتش. ما هو لو كسب يهمه هيبقى تاني. يهمه يخش لو كسب هيبقى تاني في الترتيب. ماتش مهم لفيوتشر برضه جدا. تتوقع ايه يا كابتن؟ يكسب فيوتشر. يكسب. الظروف بتساعده الاسماعيلي، ظروفه صعبه قوي. الاهلي والاتحاد السكندري بكره اخر ماتش في الاوقات المؤجله. الاهلي يكسب بكره. الاهلي يكسب الاتحاد. بدا الاهلي الاتحاد خسران ماتشين ورا بعض بعد ما كسب ثلاث ماتشات ورا بعض في بدايه الدوري. والفريقين اتاثروا بالتوقف يا كريم، الاهلي والزمالك. النهارده بيتحسنوا اللي بيجوا بالمباريات. فالاهلي بيتحسن من مباراه لمباراه. فانا شايف ان بكره الاهلي يكسب. كابتن اشرف المباراه صعبه جدا برضه. يعني ظروف الفريقين طبعا الاهلي بينافس. الاهلي كسبان ماتشاته كلها. الاتحاد طالع من هزيمتين يعني مباراه هتبقى صعبه، لكن طبعا اعتقد الاهلي اقرب. طيب بسرعه بقى عشان خلاص الوقت خلص. المغرب وفرنسا. اتمنى طبعا كلنا نتمنى المغرب. طبعا كلنا نتمنى المباراه دي. لكن توقعاتك الفنيه عاوز اقول لك على حاجه. كل الرياضيين اللي في العالم اللي طبعا اللي بيشتغلوا في المجال الرياضي والناس اللي ما تعرفش اي حاجه في الرياضه، كل توقعاتهم طلعت غلط. صح. في الكاس العالم ده ماتشات غريبه. صح. لكن الطبيعي لما تيجي تحط فرنسا بطله العالم 2018 قدام المغرب اللي طلعت اسبانيا وطلعت البرتغال وتعاند وكسبت بلجيكا بتعاند كل من يهتم بكاس العالم وفرق كاس العالم الكبار، لا هي دلوقتي امل العرب وافريقيا ان هي تكسب المباراه. مين يكسب؟ لا المباراه يعني مش عارف احددها بصراحه. مش عارف تحدد. لا 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 كابتن تاريخ بيسطروا المغرب للكره العربيه طبع. والافريقيه طبع. بصراحه يعني طبع. واللعيبه دي كمان هو تمام تذكر في التاريخ اسمها تتحفظ. كلنا نتمنى المغرب بس ماتش صعب جدا. ماتش صعب. انت كنت بتتمنى. انا عايز المغرب والله. كلنا عايزين المغرب. المباراه مش بالسهوله. انا توقعت ان المغرب تكسب البرتغال وتكسب اسبانيا على فكره، قلت الكلام ده هنا. والله لا هو ماشي بس والدوافع اللي موجود عليها المغرب يا كريم حاجه كبيره. ده المغرب كلها الشعب صراحة. واحنا كشعوب عربيه كلنا مع المغرب. الملك نزل كمان. طب ملك محمد السادس في مسانده غير طبيعيه. هم رجاله كمان. لعيبه رجاله كمان كريم. المصدر الجميل والشكل الجميل والصوره الجميله
يعني اسر اللاعبين طب حاجه طب. تفرح بصراحه. طيب يعني خلينا المغرب دي امنياتنا ما نقولش توقعاتنا. الارجنتين وكرواتيا بسرعه عشان الوقت خلاص. الارجنتين 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 الا بقى لو لقينا كرواتيا والمغرب هم في النهائي. ممكن يا ريت يا ريت. اشكرك كابتن اشرف. اشكرك كابتن ماهر. استمتع معاكم دايما. الله يكرمك. واكيد كل مشاهدينا بيستمتعوا بالنجمين الكبار كابتن اشرف قاسم وكابتن ماهر همام. بشكر كل طاقم العمل ونتقابل بكره ان شاء الله.